من المفترض ان احنا دلوقتي في فصل الربيع يكون الجو لطيف نوعا ما، لكن اللي احنا شايفينه اليومين دول الصيف داخل بصراحه، يعني كله بقى هواء وتراب وغبار والجو صعب جدا، اجواء ملهاش اي علاقه بفصل الربيع اللي احنا المفروض نكون موجودين فيها دلوقتي. لكن زي ما احنا شايفين درجه الحراره مرتفعه جدا سواء بالنهار او حتى بالليل، جو حر 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 ودرجه الحراره حسين خالص بس حبيت اعبر فوق 36، والله تحس انك ماشي في الشارع في شهر اغسطس مثلا، مش ان احنا ابدا في شهر ابريل. ده غير ان امبارح طبعا كان في عاصفه رمليه شديده مرت على اماكن بقى متفرقه من مصر، السلوم وسيدي براني، ممكن تكون وصلت لغايه مرسى مطروح، لكن الحمد لله الامور استقرت وعدت على خير وبقت الامور تمام. ولكن مرضى الحساسيه زعلانين قوي يا شاذلي، وانا انت عماله تكحي من صباحيه ربنا وانا كمان زعلانه معاهم والله. عايزين نقول الناس تخلي بالها قدر الامكان يعني، لكن بحسب تعليمات هيئه الارصاد بتقول انه خلاص الموجه الحاره دي انتهت، من النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بمعادلة 6 درجات مرة واحدة، لكن برضو هيكون في نشاط للرياح على مناطق فيها القاهرة الكبرى والوجه البحري. عشان كده الناس اللي منها كانت بتتكلم عنهم دلوقتي عندهم جيوب أنفية أو حساسية صدر، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يتفادوا أي أتربة أو غبار في الجو، لأن ده بكل تأكيد بيأثر عليهم. وزي ما انتم شايفين ليه 6 درجات؟ ليه مش 16 درجة؟ عشان بس تبقى الاجواء يعني الجو صعب، وبعدين مره واحده عارفه مش تدريجيا مثلا بدري قوي. يعني احنا هنقعد دلوقتي لغايه شهر 9 مثلا ولا 10 في الصيف، ده كتير كتير والله كتير. فعشان الناس اللي بتحب الصيف بقى تشيل شويه، هنبتدي بقى تشيل شويه الناس بقى بتاعت اللي بيحبوا الصيف واللي بيحبوا الشتاء. طيب ان شاء الله النهارده تكون الاجواء احسن بكتير، وان شاء الله نستمتع باجواء ربيع لطيفه، مع انها عاده بيبقى فيها تراب. مش عارفه الناس دايما بتقول قصه الربيع اللطيفه دي، مع ان دايما بيبقى فيه حبوب لقاح في الجو وبيبقى فيه تراب، يعني بس بيبقى فيه شويه ورد، لكن اجواء ما تبقاش لطيفه. الدنيا ربيع والجو بديع، خلاص احنا حفظنا بجد، حتى لو الجو فيه تراب واحنا حفظنا مره تانية بسمح عليكم، صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر.